مرض السرطان بشكل خاص. أرحب بك مجددا دكتور عطاء. أهلا وسهلا. يعني أبدأ من حيث بدأت الزميلة سعاد في إعداد هذا التقرير الرائع وحديثها بأنه استخدام الزيت المستخدم في القلي. قبل أن نعرج على مرض السرطان سنتطرق إلى هذه النقطة بالتأكيد، لكن لربما نحتاج إلى تعليق على ما ورد في هذا التقرير. برأيك هل فعلا استخدام زيت القلي أكثر من مرة قد يعرض الجسم ويعرض الإنسان للإصابة بمرض السرطان؟ في شيء مؤكد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم مرة أخرى، وكل التحية لشعب الكريم، وإن شاء الله بنتمنى له حياة صحية سليمة بعيد عن مرض السرطان بإذن الله تعالى، وموفور الصحة والعافية. أولا، موضوع زيت القلي واستخدامه بفترات متعددة مثل ما نرى من بعض المحلات التجارية، الأكل، المأكولات الشعبية، حتى ست البيت كمان، السر هناك هو رفع درجة حرارة هذا الزيت لدرجة الغلي لمدة طويلة، يفقد من خواصه بشكل كبير جدا درجة الحرارة هاي، فيصبح الزيت مادة كيميائية أخرى. وكثر ما إحنا بنستخدمه أو تعداد مرات الاستخدام يدخل هذه المكونات كل مرة أسوأ من التي قبلها إلى المواد الغذائية، وبالتالي تراكم هاي السموميات أو المواد السامة على مدار الزمن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، يشجع الإصابة بالسرطان. فإذا كنت أنت من هواة المواد الغذائية المقلية الشعبية الخارج عن إطار البيت، فأنت معرض بنسبة أكبر، لأنه بالفعل ممكن أن يتم قلي المواد الغذائية خارج المنزل بفترات كبيرة واستخدام زيت مرة واثنتين وثلاث وأربع إلى ما هنالك. لكن أنت الآن تنصح سيدة المنزل باستخدام زيت مرة واحدة فقط، على فرض أنه الزيت يبقى كما هو من ناحية اللون ومن ناحية الرائحة. يعني مثلا في قلي السمك، في قلي المواد الغذائية الأخرى مثل السوسيج والمواد الثانية، هذا أكيد مرة واحدة بالتأكيد. إذا كانت من البطاطس المقلية أو شيء زي هيك فهذا خفيف جدا يعني ضرره، لكن مرتين حد أقصى. أقصى حد ممكن أن نصل باستخدام هذا الزيت ومرتين. طيب إجمالا مرض السرطان نعرف بأنه له أنواع كثيرة. السلوكيات الغذائية الخاطئة مقرونة بازدياد نسبة السرطان، هل هذه المقولة صحيحة؟ صحيحة، نعم. نسبة السرطان كما أتى في اليوم العالمي للسرطان في العام الماضي في 4 فبراير 2016 خرج هناك تقرير يوضح النسب ويوضح مدى الإصابات حتى في فلسطين. ما يقارب 500,000 حالة سرطان موجودة في الشرق الأوسط، وهناك ما يقارب 80 حالة سنوية في فلسطين تظهر. نعم، سنوية في فلسطين تظهر بالإصابة بالسرطان. 30% من الحالات المصابة في السرطان أو بالسرطان في فلسطين، 30% منها ناتج عن السلوكيات الغذائية الخاطئة، وهذه نسبة كبيرة. يعني غير معقولة هاي النسبة. صحيح. بالتأكيد حنحكي عن السلوكيات الغذائية، لكن أنا ربما يا دكتور بدي إيضاح معين. أكثر الأمراض السرطانية انتشاراً بسبب السلوكيات الغذائية الخاطئة، كثيرة هي الأنواع ممكن أن تندرج في إطار مرض السرطان، لكن أكثر نوع منتشر بسبب هذه السلوكيات الخاطئة. السرطان اللي منتشر بسبب سلوكيات حياتية أو سلوكيات غذائية خاطئة في مجتمعنا الشرق أوسطي، تكثر في سرطان القولون وسرطان المعدة، لأنه يتعلق بالغذاء، يتعلق إذن بالهضم، يتعلق بالامتصاص، يتعلق بما يتناول الإنسان في خلال 24 ساعة من سلوكيات خاطئة في الغذاء، وليس الغذاء بحد ذاته بالتأكيد، وإنما الكيفية، كيفية صنع وتناول. صحيح. هذا الغذاء يؤثر على صحة الإنسان. يعني هنالك هاجز وقلق دائما يتوارد إلينا حينما نتحدث عن مرض السرطان، لأننا نعلم مدى خطورته ومدى استحقاقه بجسم الإنسان، وممكن أن وبالتأكيد سيفقد الإنسان حياته بسبب هذا الأمر. بماذا نستطيع أن نعرف مرض السرطان الذي يسبب أرقا كبيرا جدا للكثيرين منا؟ مرض السرطان ببساطة هو عبارة عن تحول في الخلايا السليمة لجسم الإنسان إلى خلايا أخرى نتيجة عوامل خارجية
تؤثر في فسيولوجية وتركيبة ووظيفة وشكل وحجم هاي الخلايا بناء على المؤثر أو تأثير المؤثر الخارجي. هناك أنواع من السرطان تظهر نتيجة السلوكيات الغذائية كما أوضحنا، هناك أنواع من السرطان تظهر نتيجة التعرض لإشعاعات، التعرض لمواد كيميائية سامة، التعرض لبيئة صحية ضارة، التعرض لسموميات في الدم نتيجة أخطاء تسمم من البيئة اللي أنت حواليها، يعني كلها غالبا تأتي من ملوثات تؤدي إلى تغيير وظائف بعض خلايا الجسم، وظائف المواطنون، لأنه هو موضوعنا إيش اللي بيخلي السرطان يظهر في الجسم. كل إنسان فينا يحمل هذا الجين، يحمل هذا الجين بشكل كبير في محتوى الدي ان اي تبعه او في الحمض النووي، في تركيبته الحمض النووي. لكن ماذا تفعل وماذا يضطر هذا الجين الى الظهور والى لماذا ينشط داخل جسم الانسان؟ هو كامل يكون صحيح. في مرحله صحيح. كامل جدا، بغض النظر في له دور وراثي بالتاكيد، الاخوه المشاهدين يعلموا نعم انه في دور وراثي لهذا الموضوع، لكن ما ينشط هذا الجين زي ما تفضلتي بعض الأسباب اللي انذكرت من تأثيرات بيئية وكيميائية وغذائية وسلوكية. نتحدث في هذه الفقرة فقط على ونقتصر بحديثنا على السلوكيات الغذائية الخاطئة. نعم. ربما هنالك أسباب كثيرة. أكيد. وبتأكيد دكتور يعني يمكن لاحظت ارتفاع عدد المصابين بمرض السرطان بأنواعه هنا في قطاع غزة بنسبة كبيرة، خاصة يعني عام 2016 حمل إحصائية كبيرة من الأشخاص المصابين بهذا المرض. هل فعلا السلوكيات الغذائية الخاطئة تؤثر بشكل كبير على الارتفاع أو ارتفاع نسبة الإصابة بهذا المرض؟ ورح نتطرق لأبرز السلوكيات الغذائية الخاطئة في هذا الأمر. نعم، السلوكيات الغذائية أو السلوكيات الحياتية الخاطئة التي يمارسها الأفراد سواء عن قصد أو عن غير قصد هي أحد المسببات الأساسية، بل وتكون الوحيدة أحيانا، لتراكم هاي السموم كما أوضحنا في الجسم، وبالتالي ظهور مرض السرطان بعد فترة. مرض السرطان يا جماعة مش إنه موضوع زي البكتيريا يصاب فورا الإنسان، تراكمات على مدى السنوات. يعني سلوكياتك الغذائية لمدة 10 سنوات أو 15 سنة بالشكل الخاطئ الغير مقصود، أو اللي كما أنت تعلم أنه أحيانا تستهتر بعض السيدات أو بعض الأشخاص في ممارساتهم اللي حنذكرها، فبالتالي يقول ويتحدى لماذا لم يظهر السرطان عندي، لماذا لم أصب، هذا الكلام غير صحيح وهكذا. لا، تأكد تماما نعم انه هو تراكمي، وسلوكيات هذه زي مرض السمنة، زي مرض جلطات القلب، زي مرض تسديد الشرايين وهكذا. فالسلوكيات هاي الغذائية احد اهمها هي ممارساتك التي تفعلها نتيجة جهلك بمحتويات بعض المواد الغذائية او كيفية تناول هذه المواد الغذائية أو كيفية تخزينها. مثال عبوة المياه البلاستيكية، بغض النظر إن كانت مخصصة للعصير أو مخصصة أو للمياه بحد ذاتها، العبوة البلاستيكية المصنع عندما أنتجها، طبعا هي منتجة من مواد بترولية كيميائية، وهذه معلومة سوف نضعها في زاوية محددة ونركز عليها، لأن منتجات البترول خطيرة جدا في المواد المصنعة لها شركات بالعبوات البلاستيكية. فتخزين المياه أو إعادة استخدام العبوات البلاستيكية هاي عدة مرات، أكثر من 7 أو 8 مرات كما هو مكتوب على المنتج أو مكتوب على العبوة البلاستيكية، مكتوب استخدام مرة واحدة فقط، مكتوب عليها عدد مرات الاستخدام العالية اللي ممكن يستخدمها في داخل مثلث الريسايكلينج أو في داخل المثلث. أحيانا في معلومات تطبع على هذه العبوة، فيعاد استخدام هذه العبوات من 5 إلى 7 مرات فقط، أكثر من كده يحول محتواها إلى مواد سامة وإن كانت المياه.
فتسمم المياه نتيجة استخدام الزجاجات البلاستيكية باستمرار أحد مصادر الإصابة بالسرطان، ونقولها بشكل واضح. نمرة 2، خلينا في المواد البلاستيكية، تخزين الطعام في الثلاجة أو حفظه في البراد التبريد في المواد البلاستيكية وهو ساخن. السخونة احنا بنعرف الحرارة بتفاعل المواد البلاستيكية. لا تصدقوا ما يقال عن بعض المنتجات انها هذه للمايكروويف، درجات الحرارة العالية تستخدمها احيانا في مواد بلاستيكية. اليوم ظهرت في بعض الاحيان تستخدم في الخبز، في عمل اللي زي الجلد، نعم، المخبوزات الغذائية مثل الكيك نعم. فهذه برضو موضوعها خطير جدا، لأنه تراكم الحرارة حوالين المنتج هذا البلاستيكي أو المصنع من المادة البترولية بلا شك يترك أثر سلبي على محتوى من أبخرة ومن تفاعلات بدرجة الحرارة أو بدرجة الإشعاع. فهذه المواد المكتسبة في الغذاء إذا كان هو هذا نمط حياتك باستمرار، تأكل مما تخبز أو تأكل مما يخبز بالمواد البلاستيكية أو يحفظ في المواد البلاستيكية في الثلاجة أو في الفريزر وهو ساخن أو حتى وهو بارد، حتى كمان نعم، حتى في معلومة نعم له حتى مدة التخزين تبعته. لأنه ممكن يقال وإحنا بنحط الأكل في الثلاجة، ما هو لتاني يوم بنطلع بنطبخه ماشي أو بنسخنه. فترة مكوثة داخل المواد التبريدية خاصة الفريزر مثلا والاحتفاظ به ساخن أم بارد، كان صحيح. الاثنان كلاهما يتماشى يؤدي صحيح. ويؤثر على صحة الإنسان بشكل سلبي كثير من السلوكيات. دكتور، بما أنه تطرقت إلى أن المواد البلاستيكية يمكن تكاد تكون الأكثر انتشار بين استخدام المواطنين إجمالا بشكل عام أينما وجدوا وخاصة هنا في المجتمع الفلسطيني، نعم. بماذا تنصح بديل عنها إذا تم الاستغناء مثلا عن استخدام زجاجات المياه لمرة واحدة؟ ما البديل؟ العلب البلاستيكية الخاصة بحفظ الأطعمة، ما البديل عنها؟ هناك بعض المنتجات في التي يمكن أن تستخدمها سيدة البيت أو يستخدمها أصحاب المصالح التجارية في تعبئة محتويات غذائهم، ممكن يستخدموا المواد المصنوعة من الزجاج. الزجاج غير ضار، يحفظ فيه المواد، نعم يحفظ فيه المواد الغذائية، ولكن أيضا في نفس الأسلوب لا نستخدم هاي العبوات بصورة مطلقة أو بصورة طويلة جدا. يعني خلي عندك الزجاجة تستخدمها المصنوعة من الزجاج وليست البلاستيك، احفظ فيها المياه. في هناك بعض الحاويات اللي ممكن نشتريها من السوق زجاجية نحفظ فيها الطعام في داخل البراد أو داخل الثلاجة أو في محتوى اللي انطبخ فيه أصلا، يعني الستانل ستيل غير ضار مثل الألمنيوم، مادة آمنة نعم، يعني بس لا يجوز يتفاعل مع الطعام وبالتالي ينتج أقل نعم. تفاعلات سامة ممكن صحيح. أن تؤثر على صحة الإنسان. تحدثت بأنه يمكن الأخطر وجود وانتشار بسبب مرض السرطان واستخدام المنتوجات القائمة أساساً على البترول. صحيح. موجودة. بدنا نحكي أمثلة عن أين توجد هذه المنتوجات حتى سادة المشاهدين كمان ينتبهوا على هاي النقطة المهمة. كل المواد اللي حوالينا مصنعة من الليدن البلاستيك، العجينة البلاستيك اللي تصنع صلصال، معجون الصلصال للأطفال أقصد؟ لا، عجينة المواد البلاستيكية التي يصنع منها العبوات والحاويات، وهذه مواد بترولية في الأساس. فجزيء البترول يغير من خواص المادة الغذائية بشكل كبير جدا. حتى الأشخاص اللي بيتعرضوا للسموم بشكل مكثف من نتيجة عملهم في محطات البنزين أو في محطات، هذا دليل قاطع على هذا الكلام. فكل ما 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 بين أيدينا من منتوجات ومصنوعات هي من البترول، هي من مواد كيميائية لدائن يصنع منها البلاستيكات ويصنع منها المواد اللي يحفظ فيها الطعام، حتى اللي بنستخدمها في الكتابة. البترول موجود بيننا، موجود حتى في بعض، ما هو الشغلة تجارية أصبحت اللدائن هاي تصنع منها كل شيء تقريبا، فمجملها غير عن العبوات الحديدية أو المعدنية. فهذه الأشياء
موجودة بشكل كبير في داخل المجتمع. وبالتالي لا استغراب عندما نرى الشباب الآن في سن 35 وفي سن 30 يصابوا بالجلطات ويصابوا بالانفجارات الدماغية المفاجئة، يصابوا بالموت المفاجئ، يصابوا بالسرطانات، يصابوا بالعقم. فهذه نتيجة سلوكيات الحياة الحديثة اللي دخل عليها هذا التصنيع، ولم يكن أيام زمان أيام الجيل الأكبر منا الله يحفظنا من إياهم بالضبط، وكان كان حياتهم أكثر بساطة وأكثر سهولة في طبيعة أكثر أقرب للطبيعة، يعني عم بيكونوا متواجدين في الحقل أو في منطقة الكرم، والمواد الطبيعية كل شيء فريش خالية من كل ما يمكن، حتى المبيدات الحشرية المبيدات كمان الزراعية. وهذه زي ما تفضلت يعني أحد الأجزاء المهمة جدا اللي تنتقل إلى غذائنا، الهرمونات اللي بيطعموا فيها الدجاج أو المزروعات أو المنتجات الزراعية. هي كمان تؤثر بشكل على صحة طبعًا الإنسان طبعًا. كيف يمكن أن نميز دكتور؟ يعني تحدثنا بأنه المبيدات الحشرية ويمكن سمعنا أنه تستخدم مبيدات محرمة دولياً أو يعني يحظر استخدامها دولياً على مستوى عالمي، ممكن أن يتم استخدامها وتداولها بين المزارعين. كيف للمواطن العادي البسيط أن يميز أن هذا الطعام فيه نسبة من المبيدات المضرة جدا بصحة الإنسان، وكيف يمكن أن يجد بديل عن هذه المنتوجات الغذائية؟ هو الصراحة هذا سؤال صعب للمواطنين، يعني المواطن مش حامل جهاز كشف رايح على السوق أكيد. يشوف المادة الغذائية إذا كان متواجد مواطننا أو غير متواجد. مواطننا الفلسطيني مواطن بسيط، مواطن متواضع، متواطن، مواطن عايش تحت الضغط وعايش تحت الحصار وعايش تحت ظلم وجشع التجار. فعلى الجهات الرقابية الجهات المسؤولة أن تركز على هذا الجزء من توزيع المبيدات الحشرية على المزارعين، من استخدام المبيدات الحشرية على المزارعين، من الفحوصات الدورية التي تجري على البضاعة أو على المنتوج الفلسطيني حتى وإن كان محلي أو يصدر إلى الخارج، حتى يطابق المواصفات اللي مسموح فيها. لأنه لجنة الجودة أين هي؟ بالضبط نعم، مؤسسات كثيرة تعني في هذا المجال، فالعمل على التركيز على الرقابة هذه موضوع لا نقاش فيه بتاتا، ولا عذر لأحد يهمل في هذا السؤال حتى يكون المواطن الفلسطيني بأمان في منطقة الأمان. في لأنه كيف يختار؟ وإذا علم المواطن أنه هذا المصدر من المزروعات الطبيعية، هناك في بعض المنتجات لكنها مرتفعة السعر وغالية لا يستخدم فيها المبيدات الحشرية نعم أو المواد العضوية، فهي بالتالي سعرها مرتفع أكثر شوية من المنتج العادي، وبالتالي السعر أحيانا بيخليك تميز مين الجودة. عامل لإيجاد الفرق فيما بينهما. علشان كانوا لاحظ بعض المواطنين بدأ فعلا بزراعة الخضار والفواكه العضوية باستخدام مواد عضوية طبعا خالية من المبيدات الحشرية والكيماوية. دكتور يمكن المجال مفتوح أمامنا وضرب الأمثلة يتسع. في التقرير تحدثنا أيضا عن الأملاح والسكر المصنع، خطورة هذا الأمر فعلا على صحة الإنسان، هل يؤدي به في نهاية المطاف كلما كثر استخدامه واستهلاكه لهذا الأمر أن يتسبب بالنهاية إلى مرض السرطان؟ أكيد للأسف في بعض الشركات المنتجة لا تكتب صراحة محتوى موادها الغذائية على منتوجها أو على غلاف المنتوج. مثال السكر، السكر اللي إحنا بين أيدينا بالذات سكر الدايت بين قوسين، وبحب أركز عليه أنه هناك من يعتقد أنه السكر الدايت أو الكولا الدايت أو البيبسي الدايت أو المواد الغذائية الدايت بشكل عام أنه مفيد. لا، هو يدخل فيه أصباغ ويدخل فيه منتوجات ويدخل فيه تركيبات مضرة للجسم زي ما ذكرنا على مدار الاستخدام وعلى مدار الزمن. يعني مثال عملي على ذلك الأندومي. الأندومي يوجد محبوب فيه الأطفال محبوب الأطفال، وأنبه وأنا حبيت أذكرها كمثال على هذا الكلام ونقيس عليها. الأندومي يحتوي على المادة الحافظة أو المادة الكيميائية لإي 621. 621 هاي الجلوتين أو الجلوتاميت، غيروا خواصها أو غيروا اسمها للشركات المصنعة وأصبحوا يسموها الصويا المهدرجة. فهذا اسم بيمر على المواطن العادي نعم. حتى يتم الترويج والتسويق ولا يمكن هذا المنتوج بشكل كبير في داخل الأسواق حتى قانونيا نعم، حتى قانونيا لا نقدر
أو ما نقدر نحكم على إلا من يعي بالأمر. وبالتالي السكر المصنع، المواد الغذائية المصنعة اليوم اللي جاهزة مبكتة ومحطوطة بس على الميكروويف تسخين وكل المواد أحيانا المعلبة لأنه يعني يدخل فيها المواد الحافظة اللي تؤثر. استخدامها كثر استخدامها يؤدي إلى الإصابة بالسرطان في المستقبل، وهي تراكمات كما ذكرنا من سوء الاستخدام وليس من الغذاء بحد ذاته. إذا كان الغذاء جيد وذو جودة عالية ومحفوظ بالشكل الطبيعي في عبواته الزجاجية أو في عبواته الآمنة، فلا هناك مصدر للسرطان أو لا مشجع، لا داعي للخوف. إذن لا داعي للخوف في هذا صحيح. المجال دكتور يمكن الحديث يطول في هذا الموضوع أكيد. حينما نتحدث عن السلوكيات الخاطئة الكثير منا قد يتبادر إلى ذهنه بأنه يقوم باتباع هذه السلوكيات وأنها آمنة غير ناتج عنها أي سبب أو أي أثر سيء على صحة الإنسان، لكن نتفاجأ بنهاية المطاف بأنها تؤثر بسبب أو بآخر على جسم الإنسان. أبرز التوصيات وتوجيهات اللي ممكن أن نوجهها لسادة المشاهدين معنا كيف يمكن أن نتلاشى ونتفادى من الوقوع في مرض السرطان إذا ما اجتنبنا الوقوع في هذه السلوكيات الخاطئة؟ أبرز ما يمكن القول فيه هو استخدام المواد الآمنة الغذائية الآمنة بمحتواها. يعني لما تروح على السوبر ماركت انظر إلى محتوى المادة الغذائية من مواد حافظة، أو يعني اشتري المواد الغذائية الخالية من المواد الحافظة أفضل من محتواها من مواد حافظة. اثنين، ركز على العبوات الزجاجية وليست البلاستيكية. حفظ الطعام وهو بارد وليس هو ساخن. النوم في الليل بشكل جيد، لأن هناك الغدة الصنوبرية تفرز إنزيماتها أو هرموناتها عفوا في خلال الليل فقط، وهذه وقاية من مرض السرطان. فإذا كنت من ذوات الناس اللي بتنام الصبح بتسهر في طول الليل، أنت منعتك ضد السرطان خفت. المواد الكيميائية ما تدخلها على بيتك بالذات للأطفال. انظر إلى ماذا يشتري أطفالك أو ماذا تشتري أنت لأطفالك. المواد الجل أو الجيلاتين أو السكريات المصنعة من اللدائن، نعم هذه من أحد العوامل المسرعة والمسببة على المدى البعيد لسرطان. فهناك عوامل كثيرة وأمور غذائية كثيرة إن استطعنا أن نفسرها. هناك 30 تقريبا لو صنفناهم 30 تقريبا سلوك سيء يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، يعني ما ذكرنا إلا الجزء اليسير منها. فبناء عليه أنه أي شيء طبيعي يجب التركيز عليه، أي شيء كيميائي مصنع يجب الابتعاد عنه قدر الإمكان. هذه نقطة مهمة جدا، دائما أجدادنا وأبائنا بيقولوا أنه المصنع داخل المنزل هو آمن وصحي أجود. أكثر نعم. وذات جودة أكبر من أجود. المصنع خارج المنزل وأكثر نظافة، يعني ما يتم أكيد من ناحية نظافة نعم. فيعني هنالك عوامل ومرغبات أخرى قد تضطر بنا إلى أن نلجأ إلى تصنيع هذه المنتوجات داخل المنزل داخل البيت. أكيد نعم. دكتور أنا سعيدة بالحوار الرائع معك اليوم في حديثنا الشيق، وبتمنى من كل سادة المشاهدين أنه ياخدوا بالهم من التوصيات والتوجيهات اللي أطلقتها معنا في هذه الفقرة. شكرا لك الدكتور عطاء القيسي استشاري الصحة العامة والرعاية الصحية والوقائية. مشاهدينا دائما نؤكد على سلامتكم من هاي الأمراض، خاصة مرض السرطان، لأن بأيديكم وحدكم أنتم أن تقوا أنفسكم من الوقوع في طائلة أو تحت طائلة هذه الأمراض. السلام عليكم ولأسركم الكريمة. نذهب الآن إلى فاصل ونعود إليكم بثاني فقراتنا.